gewesen. ايه الجمال ده؟ عمرايا واقفه جنبي. انا شايفه ان انت واخد بالك مني حبتين. ايه؟ وحش ده يعني ولا ايه؟ لا مش وحش، بس زياده شويه. عاجبيني؟ طب اقول لك حاجه، وتصدقيني وهكدبك ليه؟ اصلك جدعه جدا عشان ما سبتيش ابوكي، والنوع ده انقرض من زمان. لا وفوق كل الكلام ده بقى حته أمرايا. مبروك الف الف مبروك. احلى عروسه في الدنيا. مبروك يا روح. مبروك يا حبيبي. تعالي. انا عاوز افهم حاجه، مش كنا عملناها كتب كتاب وخلاص؟ لا، في عندك شويه حاجات كده في الفيلا محتاجه تتغير. يا سلام، منغيرها واحنا متجوزين. لا طبعا، نو واي. انا مش ممكن اتجوزك غير لما اعمل كل حاجه على مزاجي الاول. اوبا، انت شكلك هتبقي صعبه قوي. انا صعبه قوي فعلا، بس معلي استغفلني بس. مفيش، انا من هنا رايح اخد بالي كويس. انت فعلا لازم تاخد بالك كويس قوي قوي، وتبقى عينيك في وسط راسك كده. ماشي يا ست. طب بقول لك ايه، انا هجي لك الشركه بكره. انهي شركه؟ انهي شركه؟ انت عندك اكتر من شركه؟ لا يعني اقصد اهلا وسهلا بيكي طبعا، تنوري في اي وقت. طب ومالك بتقولها كده ليه؟ كانك مش عايزني اجي. خالص، انا بس يعني زي ما تقولي اتفاجئت من السؤال. طب ما تتفاجئش بقى، انا قلت اقول لك عشان ما تقولش اني فاجئتك، ما تقولش اني طبيت عليك، بس اوعدك اني بعد كده هطب عليك عشان اقفشك فعلا. ايه؟ بتضحكي على ايه؟ مش عارفه ليه عندي احساس ان سامح ده هيطلع عين ايدين في يوم من الايام. نفس احساسي بالظبط.